اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، لانه الاهلي حتى وهو بيتعرض لكل الدوشه اللي انتم متابعينها يسافر عشان يمثل القاره كلها في كاس العالم للانديه في المغرب. البطوله قويه المره دي، كل الانديه المشاركه فيها بتمر بدروب محلي، ودي ظاهره غريبه جدا حتى مانشستر سيتي نفسه. يعني هل ده توقيت للبطوله ولا هل دي مجرد صدفه؟ محمود، شايف مشاركة الأهلي في البطولة ازاي؟ لا طبعا ده يعني عاوز اقول انه تدويج لجهد وموسم كبير جدا في افريقيا، وانه كنا تبقى على طول المرة الرابعة في حدث كبير مهم جدا، رغم محاولات التقليل منه انه هي دي بطولة دعائية واعلانية، لكن الهدف اكبر كنت موجود في محفل كبير جدا مع ابطال العالم اللي هم موجودين، سواء بطل اوروبا، سواء بطل امريكا اللاتينيه، سواء بطل امريكا الكونكاكاف، سواء بطل وبطل افريقيا، سواء يعني عاوز اقول لك ايه، حدث مهم. الاحتكاك والتواجد مع الناس دي في حد ذاته، لما اشوف الاهلي يلعب مع ريال مدريد، لو انت احتاج تلعب مع المباراه دي تدفع قد ايه مقابل عشان تلعب مباراه وديه، لو طبعا. لما تلعب مع بايرن ميونخ في مباراه وتعمل اللي انت عملته في السوشيال ميديا والدعايه اللي تمت، لما تعمل ما النهارده مع مثلا ربنا وفقك النهارده وقدرت تتجاوز عقبه المباراه اللي جايه مع الفايز من اتحاد جده واوكلاند، لا شك انه حدث بيحطك في الصوره، والقيمة الكبيرة جدا والسمعة الطيبة اللي خدها فريق النادي الأهلي. واذكر بقى وراجع نفسك وشوف كلام رئيس الاتحاد الدولي عن النادي الأهلي في افتتاح البطولة مع سيمبا التنزاني في الدوري الأفريقي، والكلام اللي قاله كلام يعني لما يتكلم من مسؤول كبير في حاجة زي كده. وحشة برضه كل شوية أقول لك كل ما أروح حتة ألاقي الأهلي. أما ألاقي الأهلي الكلمة دي لما بتتقال. الجمهور الأهلي طموحاته كبيرة جدا، ويتمنى أن الفريق يصل للمباراة النهائية بل يفوز باللقب. هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير جدا، يحتاج إلى استعداد كبير جدا، يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى جهد، محتاج أداء أكثر من رائع. فأعتقد أنه فرصة يعني كولر أنه يحاول يقدم يعني برضو أداء مميز بعد التراجع النسبي اللي حصل. الناس عاوزة برضو نفسها لما تلاقي واحد يقول لك لو الأهلي ما لعبش كويس أنا ببقى حالتي نفسية دون أكيد. المستوى جمهور كتير من النادي الأهلي يا جماعة مرتبط وعنده حب مرتبط، وأي نادي شعب كبير تلقى جانب من جماهيره مهتمية بالجزئية دي، بيشوف حالته النفسية تبقى طيبة جدا لما الفريق بيقدم مباراة.